واحنا بنتكلم على الاعياد الحقيقه يعني والاحتفالات زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، احنا برضو حبينا نشارك اسره قبطيه احتفلت بعيد القيامة النهارده، وكل سنه وكل اقباط مصر بخير. رصدنا ليكم في التقرير اللي جاي معايشه لطيفه يا رب تعجبكم لاسره قبطيه بتحتفل. الصلاة والإفطار الجماعي والمعايدات على الأهل والأصدقاء ثم الجلوس في المنازل، هذه كانت طقوس احتفال الأقباط بعيد القيامة هذا العام نظرا لغلق الكنائس وفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. احنا عندنا في العيد كل سنة وانتي طيبة، في العيد بتاعنا بنقول فيها إخريستوس أنيستي وبنرد نقول أليسوس أنيستي، معناها المسيح قام بالحقيقة قام، فده معايدتنا على بعض، ما بنتصل في التليفون بنقول كده يعني. بالنسبة بقى لعوايدنا احنا في يوم العيد بنعمل ايه؟ بصي انا الاساس عندنا احنا لازم بنقوم بنصلي، بنتجمع مع بعض كعيلة بنصلي مع بعض، بنفطر وبنعيد على اصحابنا بقى بعد كده الباقيين يعني. احنا عندنا قبل العيد بيبقى في اسبوع اسمه اسبوع الالام او اسبوع البصخة. انا شخصيا كواحدة بتشتغل كنت بروح قبل الشغل الكنيسة انا وجوزي، ولو الولاد وقتهم يسمح في الجامعة او كده بالليل ده اساسي لازم بنبقى موجودين في الكنيسة، فكون ان احنا الفترة دي احنا مش في الكنيسة ده كان احساس صعب علينا كتير يعني، ما اقدرش انكر ده. طبعا احنا بنحتفل العيد ده عيد القيامة، قيامة سيد المسيح طبقا لإيماننا، وده بيبقى العيد الكبير بالنسبة لنا، في عيد صغير وعيد كبير، ده العيد الكبير يبقى كل يوم في صلاة، بيكون فترة طبعا ان احنا بيبقى فيه يعني اكثر قربا طبعا يعني لربنا يعني. بعد ما بنخلص الصوم بيبقى فيه فتره قبل العيد بحوالي 8 ايام بتكون الجمعه، بنسميها جمعه ختام الصوم، ده بيبقى طبعا ابتداء من الجمعه ختام الصوم لغايه السبت بالليل اللي احنا بنسميه سبت النور، بنكون طبعا متواجدين في الكنيسه بصوره دايمه نظرا لظروف الحاصله في العالم كله مش في مصر بس، بسبب طبعا الكورونا فيروس التزمنا بتعليمات الدوله وبتعليمات الكنيسه وقعدنا في البيت علشان يعني ربنا يعدي الايام دي طبعا على خير وتبقى مصر بسلام وخير يعني. وبنشكر طبعا التلفزيون الحقيقه ما حرمناش من الطقس وكان كل يوم بينقل الصلوات الخاصه بالطقس دي. نروح الكنيسه نعيد على اصحابنا ونقابلهم هناك، وبعد كده بقى اشوف صحابي ونخرج، وممكن كان بالليل اروح بقى مثلا كنا بنتجمع عائلتنا وكده، ف يعني كنت بحاول اعمل كل حاجه في يوم العيد بقى لا عشان بيبقى يوم واحد وكده، ف يعني بخرج وبعد كده ممكن اروح لعائلتي وكده. عشان الكورونا السنه دي فانا يعني مش عارف اخرج مع صحابي ولا اشوف خطيبتي، فبكلمهم في الموبايل بقى، وممكن نعمل اللي هو يعني ميتنج اللي هو فيديو كول او كده، بس حتى قرايبنا كمان مش هروح مش هنتجمع وكده. الاحتفال بعيد القيامة في المنازل امرا احزن الاقباط بسبب غلق الكنائس، ولكنه امرا هاما وضروريا للحفاظ على حياتهم. مروا علاء، 90 دقيقة، قناة المحور. زي ما شفنا أسرة قبطية بتحتفل بالعيد، وكل سنة وكل الأقباط طيبين وكل زمايلنا هنا في قناة المحور طيبين. وفي وسط أجواء التسامح الإنساني ووسط كل مشاعر الحب رغم كل الظروف، المصريين دايما على عهدهم في الإنسانية وحب الإنسانية. السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية النهاردة قالت انه احتفال شم النسيم بيرمز بطقوسه الرائعه الى اسمى المعاني الانسانيه المتمثله في البهجه والتسامح والتضامن الانساني اللي بتعكس محبه الشعب المصري للحياه اللي ورثها عن اجداده القدماء بحضارتهم العريقه. واحنا بنقول لها فعلا انه الشعب المصري مازال عنصر هام في معادله الانسانيه، وانه رغم كل التشوهات اللي بتطرق على بعض القطاعات فيه إلا أنه مازال شعب أصيل بيحب الحياة وعنده إنسانية.
وبنقول لحضرتك كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسعادة.